وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم فنان قادم إلى الساحة الفنية بقوة، يمتلك صوت جميل وإحساس أجمل. ضيفنا اليوم الفنان الشاب خالد كريم. أهلا وسهلا فيك خالد معنا في كيبورد. أهلا وسهلا فيكم، مساء الصباح. الله يحييك. مستعد نبدأ الأسئلة؟ أتفضلين. خالد، بداية لو تعرف عن نفسك باختصار، من هو خالد كريم؟ خالد كريم باختصار هو عدن يمني يعكس الموسيقى ويعشق الفن بجميع انواعه. جميل. تمنيت ان يعني ان اخوض هذه التجربه من 20 سابقه، ولكن للاسف لم تسمح لي الفرصه. مهندس طيران ايضا بنفس الوقت، تخرجت من الاردن، المملكه الاردنيه الهاشميه، والان مستقر في القاهره في الوقت الحالي. طيب خالد، هندسة طيران، تدرست هندسة طيران وتهوى الفن، كيف تجمع بينهما وكيف توفق بينهما؟ والله الفن والهندسة شيئان لا يختلفان، لأنه يعني ما فيش فيهم فروقات كثيرة. فالهندسة تعتبر أيضا فن، فيها من الإحساس أو من الأسلوب ما يتشابه كثير مع الموسيقى أيضا. جميل. تناغم. ولكن انا يعني اوقفت المجال هندسه الطيران واصبحت عباره عن شهاده فقط، استفدت منها الكثير، هذا ايديوكيشن. ولكن يعني انا مركز على الفن في الوقت الحالي اكثر من اي شيء. طيب لو نتكلم عن مشوارك الفني وبدايتك مع الغناء. يعني مشواري مع الغناء كان يعني منذ كان عمري 4 سنوات، هذا عندما اهلي اكتشفوا اني صوتي حلو زمان. وبعد ذلك يعني كنت يعني اغني في البيت، اغني مع اصحابي، اغني في المدرسه، في الاذاعه ايضا، في بعض الحفلات التخرج في المدرسه زمان. وبعد يعني بعد هذه الفترة حتى 2014 ركزت على الأمر أنه يكون موضوع جدي أكثر، أني أحاول أتعلم آلة موسيقية وأحاول أني أشبع الشغف اللي داخلي الذي كنت منذ نعومة أظافري من أتمنى أني أدخل هذا المجال. يعني لكن للأسف كانت العوائق كثيرة كانت في حياتي. أيوه. عندي حالة مادية وما بين هذا هذا اللي بس كنت بسألك عنه، كل طريق له عوائق وصعوبات، ايش هي العوائق اللي واجهتها وكيف واجهتها وبمساعدة من وتشجيع من؟ طبعا العوائق يعني قد تكاد ان تكون يعني متشابهة لدى كثير من المبدعين والفنانين في اليمن. المادية تقريبا. والجميع يعاني تقريبا من نفس المشكلة، يعني اذا لم يكن الكل. أولها الذي هو موضوع العادات والتقاليد، القالب القبلي يعني الذي وضعنا للأسف فيه، وحال ما بيننا وما بين الإبداع، وأصبحنا للأسف يعني متخلفين جدا 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 عن مواكبة العصر وعن مواكبة النجاحات أو التطورات اللي موجودة في العالم بشكل عام، سواء كان علميا أو كان سياسيا أو كان اقتصاديا أو كان فنيا أيضا. نعم. نعم. طيب لك فيديو يجمعك مع تفضل. فهذه كانت المشكلة الرئيسية، بالإضافة إلى أنه مشكلة الدراسة، أنه أنت يعني مهندس طيران لازم تركز على موضوع الهندسة، لازم تركز على موضوع الجانب المهني. ولكن يعني هذا من وجهة نظري الشخصية، انه الفن هو عباره عن رساله يمكن ان اوقف حرب باغنيه واحده، ممكن ان توقف حرب، وممكن ان يعني تقوم بعمليه خطاب، سواء كان خطاب سياسي ديني ايش ما كان، ممكن يتيل الدم الى مكان. وايش رسالتك انت وانت دخلت عالم الفن؟ ايش رسالتك في عالم الفن؟ رسالتي هي انه يعني يجب علينا جميعا
أن نتغنى بحب الوطن، بحب السلام، بحب كل شيء، حب الأرض، حب الإنسان. الإنسان كيف يعني؟ شيء صعب أنك تكون إنسان، شيء صعب جدا. ممكن أن تكون على هيئة إنسان من الخارج، ولكن صعب جدا أن تكون إنسان حقيقي من الداخل. بس هذا يعني نشر الحب. طيب أنت لك فيديو يجمعك مع الفنان القدير أحمد فتحي في أغنية يا سالم، إيش هي العلاقة اللي تجمعك به؟ أستاذي العزيز أستاذ أحمد فتحي، طبعا هذا تختلف الكلمات ماذا أقول. بكل اختصار أستاذ أحمد فتحي داعم كبير لي صراحة، ومؤمن بما أعطاني الله من موهبة، ودائما أستمع لنصائحه ولملاحظاته بشكل كبير. وإن شاء الله سيكون بيني وبينه، يعني أتمنى أنا يعني إنه يكون في بيننا أي أعمال إن شاء الله مستقبلا، أتمنى ذلك في حالة إذا ما وافق هو يعني، ولكن أنا لا أدري. نشاركك هذه الأمنية. طيب أول عمل فني قدمته ما هو؟ إلى الآن يعني عفوا السؤال، يعني عمل فني خاص فيني أنا؟ نعم. والله إلى الآن طور الترتيبات، يعني في أغنية إن شاء الله يعني من ألحان الأستاذ محمد حسن أطيب، وجالسين نرتب لها إن شاء الله، يعني لنا فترة. جميل. وإن شاء الله يعني خلال الفترة الجاية بإذن الله ناويين إحنا نصدرها ونكملها. متشوقين، وطبعاً بنبثها هنا إن شاء الله لما تطلع. طيب من بين الألوان الغنائية جميعها، إيش أقرب الألوان لك؟ اللون الخضر. جميل. طيب ما دام كذا نروح نسمع أغنية بصوتك ونرجع. مرات علينا ليالي من ليالي الصفر، وأيام ما تنتسي مني عليه السلام. سلام يا أحباب قلبي يا حيل الربا، وحقكم إن عيني سهرة ما يجيها المنام. مرات علينا ليالي من ليالي الصفا، وأيام ما تنتسي مني عليها السلام. سلام يا أحباب قلبي يا حيل الربا، وحقكم إن عيني سهرة ما يجيها المنام. مرات علينا من ليالي الصفا، ويام ما تنتسي مني عليها السلام. سلام. الله يا خالد معك صوت قوي وإحساس أقوى، صوت جميل جدا، ليش مش شايفينك في عالم الفن؟ ليش مش مشهور مثل البقية؟ إن شاء الله يعني كل شيء بوقته حلو مثل ما يقولون، أو مثل ما يقولون مثلا. إن شاء الله نشوفك قريبا، يعني لازم تزاحم وتدخل بقوة بإذن الله إن شاء الله تعالى. طيب إيش هي أهم المحطات الفنية في حياتك الفنية إلى الآن؟ أهم المحطات؟ والله أهم المحطات هي محطة مصر هنا. ايش اللي تغير فيها؟ فيها اولا مقابله الاستاذ احمد فتحي، هذا شيء كبير وعظيم بالنسبه لي جدا، استفدت منه فنيا، قابلت يعني احد عازفين العود، ابي ان انا متاكد انه راح يكون له هذا مستقبل كبير على مستوى الساحه اليمنيه وعلى الساحه العربيه، اللي هو صديقي العزيز، وانا اقدم له تحيه عبر برنامجكم. اللي هو صديقي هيثم الحضرمي. جميل. نعم. نعم. توقعت. هذا كان يعني اكبر مكسب هو والاستاذ احمد فتحي، طبعا اوجه لهم الجميع تحيه حاره، وهذا كان هو اكبر شيء يعني، وان شاء الله من خلال هذه العلاقات الرائعه ممكن نعمل عمليه تطوير ونرتب شيء افضل وافضل ان شاء الله. جميل. قبل فتره كان في فعاليه مهمه جدا شاركت فيها، ايش كان نوع مشاركتك فيها؟ صحيح هنا في القاهره. نعم. هذه كان مشاركه
في دار الأوبرا خاص بمهرجان تجسيم الدال الحضرمي ضمن الفنون اللا ربحية أو الغير ربحية يعني التابعة لمنظمة اليونسكو. وقدمنا شيء يعني متواضع أنا وصديقي أيضا هيثم الحضرمي، وكان شيء جميل جدا بوجود السفير الجمهورية اليمنية وأيضا وزير الثقافة، نعم، ونائب وزير الثقافة أيضا وبعض نخبة من رجال البلد. طيب إلى جانب الغناء، تعزف على آلات موسيقية، إيش هي الآلة اللي تعزف عليها؟ هو العود. ليش اخترت العود بالتحديد؟ العود بيني وبينه شغف منذ أن كنت صغيرا، يعني كنت أتمنى أن أتعلم آلة العود من زمان، ولكن يعني تعرف الوضع مثل ما حكيت لك من قبل، يعني كان في شوية صعوبات، يعني إلى أن فرضت الأمر هذا عندما سافرت الأردن وقررت أني أتعلم العود بعيدا عن الجميع خلفة، وكأني كنت أعمل شيء غلط، ولكن في الأخير أول ما رجعت اليمن فرضت الأمر وفرضت بقوة وقدرت المهم أني يعني أجتاز هذه المرحلة. وبعد ذلك أهلي لقيت من أهلي ومن كل من هو محيط بي لقيت تشجيع كبير لي. جميل. عندما شافوا أن الأمر فيه كان تكرار. جميل بنفس الوقت محزن. جميل بنفس الوقت محزن ان الواحد ما يلاقيش نفسه الا لما يخرج من البلد. حاليا نعم، هذه المشكلة. هذه المشكلة. انا اوجه رسالة الى الجميع، الى كل اب وام، من لديه يعني ولد او بنت، يعني احد من افراد اسرته مبدع او شيء او عنده موهبة، لا تبطلها. شجعه، ادعمه، اعطيه كل ما تقدر عليه بحيث انه يعمل عمليه تطوير لهذه الموهبه، لان الموهبه عندما تتطور يتطور العقل ويتطور الفكر ويتطور ويتطور الروح، ويعني يصبح الانسان يعيش حاله سلام داخلي، وهذا ما نفتقر له في بلدي العزيز اليمن للاسف. وهذا ما يحتاجه اليمنيون فعلا، خاصه الاطفال ومنهم الفتيات ايضا. طيب كفنان، كفنان كيف ممكن تقول انه هذا الفنان تميز عن غيره، او كيف ممكن تحس تقول لي ما هو الذي يميزك عن غيرك كفنان؟ والله انا لا ارى انه في شيء يعني مختلف بيكون، وان بنفس الوقت ان الانسان يذكر ما لديه يعني يعتبر نوعا من الغرور، ولكن هو يعتمد على الاجتهاد، يعتمد على المثابره، يعتمد على الهدف والتارجت اللي الانسان حاطه امامه ويحاول انه يوصل له. ولكن يعني الساحه اليمنيه مليئه بالفنانين الرائعين جدا الذي ومجتهدين ايضا، ويحتاج فقط الفرصه البسيطه او الزقه مثل ما يقول المصريين اخواننا العزاء، عشان يوصلوا يعني لاكبر مستوى من النجاح، يقدموا افضل وافضل. كل شخص في اليمن من الفنانين مميز بشيء لا يمكن ان تلاقيه في اي فنان اخر. وهذه يعني او ملجم الفرس او نقطه الارتكاز القويه الذي تميزنا عن غيرنا من الـ من الـ من الـ يعني الفنانين في العالم يعني بشكل عام. طيب راس مال الفنان دائما حب الناس له. كيف ممكن الفنان يكسب حب الناس؟ يكون صادق معاهم. يكون صادق معاهم بمشاعرهم، يعني بأحزانهم يحزن لحزنهم، يفرح لفرحهم، يعاني لمعاناتهم. عندما يشوف الفنان خلل في المجتمع ممكن انه يصدر أغنية يحاول من خلالها انه يلطف الجو او يصلح هذا الأمر. فالفنان أصبح شخص مؤثر بالذات في الفترة الأخيرة، أصبح شخص قدوة، وانك تكون انسان قدوه هذا شيء مش سهل. وهذا اللي اوجزته سابقا انت بكلمه رساله، الفن رساله. هذا جميل. وانت في نفس الوقت بيكون عليك يعني على عاتقك شيء كبير جدا، يعني يجب عليك انك يعني تكون صادق مع الناس ومع الجمهور، وبهذا الشيء لن يقبلك احد سيحبك الجميع. طيب خالد، شخصيا ايش هو طموحك بعد 5 سنوات؟ فين تشوف نفسك؟
فان شاء الله اصدر اول البوم لي، اعمل اول حفله يعني على مستوى الـ يعني الـ اليمن او على مستوى الوطن العربي، يعني نخليها بالتساهيل يعني ان شاء الله خلي شيء بيكون جميل باذن الله على المستقبل ان شاء الله. طب خالد ايش بتسمعنا الان؟ سمعكم يعني ولو اني شويه يعني ماخذ دور بلد وزكام. سلامتك. الله يسلمك. احنا محظوظين يبدو، تفضل. حبي فيك غامض ترى حبي ما انتشر، ايش لي خلاني اعشق فيك والعشق اكله، ترى حبي فيك غامض ترى حبي ما انتشر، ايش لي خلاني فيك والعشق اكله، فيش وقعني يا أشباكك ولا عيني تشوف، لا تعذبني وإلا كنت تركت المكلالك، إذا ما شيك معروف ليش وقعني في أشباكك ولا عيني تشوف، لا تعذبني وإلا كنت تركت المكلالك، إذا لا شيك الحروم فوق شط البحر حيث النور يوجد والصدف، إنه جابك كان تدخل لا جزى الله الصدف، فوق شط البحر حيث النور يوجد والصدف، إنه جابك كان تدخل لا جزى الله الصدف، عندما سمحت ظروفك التي سمحت لي الظروف، لا تعذبني وإلا كنت تركت المكان لك، إذا ما فيك معروف، وعندما سمحت ظروفك التي سمحت لي الظروف، لا تعذبني وإلا كنت تركت المكان لك، إذا ما في الله. الله يا خالد. خالد لا ترجع العود، بنعذبك وبنطلب منك معروف وتغني لنا اغنيه ثانيه ممكن. عارفه انك تعبان لكن في الكنترول وانا نشتي اغنيه ثانيه. اوكي. مرات من الشارع غبشتني
على طلعان يا 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 على طلعان يا سيدي ليلى 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 طلعان يا سيدي ليلى 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 طلعان يا الله يا خالد أشكرك جزيل الشكر والله فنان فنان أتمنى لك كل التوفيق الله يبارك كل الحب والاحترام لكم جميعا شكرا لك على حسن المستضافة وأتمنى لكم التوفيق دائما على عين الرأس شكرا لك